أضافت العداءة ونفر دياذي ميدالية ذهبية رابعة لمملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 19، وذلك بعد فوزها بسباق 1500 متر عدو للسيدات، وأنهت يافي السباق بزمن بلغ 4 دقائق و11 ثانية و65 جزءا من الثانية، فيما حققت العداءة مارتا هيرباتو الميدالية البرونزية في ذات السباق. هذا وكانت العداءة أوكيلمي أديكو يا قد أحرزت ميدالية ذهبية في سباق 400 متر، وجاءت العداءة سلوى عيد في المركز الثاني لتحرز الميدالية الفضية، كما حقق العداء بيرهاتو بيلاو المركز الأول في سباق 10,000 متر، وحصدت العداءة هاجر الخالدي الميدالية البرونزية في سباق 100 متر، وفي منافسات 400 متر توج عباس يوسف بالميدالية البرونزية، ليرتفع بذلك حصاد مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية 19 إلى 8 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات. طبعا كالعادة ما في أي قصور من ألعاب القوة، بس الحمد لله مبروك للبحرين، اليوم حققنا 5 ميداليات من بينهم ميداليتين ذهبيتين، وختمنا اليوم بفوز هاجر الخالدي، حققت ميدالية برونزية في 100 متر، وأنا متأكد في الأيام القادمة بتقدر تحقق الميدالية الذهبية، وأيضا أخوها سعيد الخالدي يمكن ما وصل إلى منصة تويتش بس حقق رقم 10.15 seconds في 100 متر، فأنا متأكد هو بعد في اليوم القادمة بيحقق ميدالية للمملكة البحرين. أنا فخورة طبعا وفرحانة أن أنا قدرت أحقق ميدالية من الميداليات الثلاث، وقدر الله ما شاء فعل، الصدق صادني شد على آخر أمتار، بس ربي لك الحمد قدرت أن أنا أثبت تعب الأربع شهور اللي كنت فيها مع سكرا برا، الصدق كنت أطمح حق الذهبية بس نفس ما قلت لك قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله رب العالمين قدرت أرفع على مديرتي، وهي يعني فخر لي وباب حق البطولات إن شاء الله الجاية وإن شاء الله أولمبيات باريس يا رب. وفي مسابقة كرة اليد حسم منتخبنا الوطني صدارة المجموعة الأولى ضمن منافسات الدور الرئيسي، وذلك بعدما تمكن الأحمر من تحقيق الفوز الثالث في المجموعة، والذي جاء على حساب نظيره الكويتي بنتيجة 34 هدفا مقابل 25، ليكون بذلك المنتخب البحريني على موعد مع لقاء نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل في الدور نصف النهائي للمسابقة بطموح التأهل وتحقيق الميدالية الذهبية. الحمد لله رب العالمين على الفوز، أشكر أخوان اللاعبين على المجهود في المباراة اليوم، أعتقد المباراة كانت صعبة، اللاعبين كانوا في الموعد، أخذنا البطولة على مراحل، المرحلة الثانية انتهينا منها، عندنا مرحلة الثالثة إن شاء الله المباراة الجاية، إن شاء الله الفريق يكون في الموعد والفريق في نسق التصاعدي من مباراة لمباراة، الحمد لله رب العالمين. فريق الياباني يعني من قبل 3 سنين اتوقع ان ما شاء الله جاي يتصاعد كل سنه عن سنه ازيد، اتوقع ان احنا خسرنا منهم مبارتين او 3 ما اذكر، يعني الفريق الياباني ما هو فريق سهل، فعلينا نحضر اليه والباقي التوفيق بيد رب العالمين ان شاء الله. اعتمد الاتحاد الاسيوي لكره القدم الحكم البحريني الدولي محمد خالد ضمن قائمة النخبة للحكام الآسيويين للعام 2023، وذلك بعد اجتيازه المتطلبات الخاصة ببرنامج أكاديمية الحكام في الاتحاد القاري، ليصل بذلك عدد الحكام البحرينيين المتواجدين في قائمة النخبة إلى 16 حكما، منهم 4 حكام ساحة و7 حكام مساعدين، بالإضافة إلى 3 حكام صالات وحكمين للعبة الشواطئ. استضافت مملكة البحرين اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارو أولمبية الدولية 2023، وذلك بمشاركة أكثر من 400 شخص من جميع أنحاء العالم يمثلون الاتحادات الدولية والمنظمات الإقليمية لرياضة ذوي العزيمة. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. بحضور العديد من الدول حول العالم في فندق ذا أرت روتانا، أقيم الاجتماع العمومي للجنة البارالمبية الدولية 2023
الذي تضمن على العديد من الأهداف والقرارات المهمة. تواجد 166 منظمة من اتحادات بارالمبية وطنية، وبالإضافة إلى الاتحادات الدولية للرياضات المختلفة، أكبر عدد أو أكبر جمعية عمومية تقام حتى تاريخ اليوم في حركة البارالمبية الدولية. لا شك أن الاهتمام بباريس 2024 هو من أهم المواضيع اللي تم مناقشتها في الاجتماع، وكذلك التغييرات اللي أحدثت في تصنيف اللاعبين، وهذا شيء إحنا يعني نحس أنه هو راح يسهم في تطوير الرياضة البارالمبية ويعطي معادلة للجميع ويعطي فرص أكبر للاعبين للدخول في المنافسة. 166 دولة واتحاد مشارك في هذه الجمعية العمومية، وهذا الرقم الأكبر من خلال الجمعيات العمومية. هناك مخرجات وقرارات مهمة راح تتخذها اللجنة البارالمبية الدولية في هذه الاجتماعات خلال اليومين القادمين، والهدف الأساسي من استضافة هذه الأحد هو جلب كبرى الأحداث الرياضية مثل ما أطلق سمو الشيخ ناصر سمو الشيخ خالد، بأن تصبح البحرين عاصمة للشباب والرياضة، وهذه ما تتطلع إليه اللجنة البارالمبية. تعد استضافة اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة البارالمبية الدولية في البحرين فرصة مهمة للمملكة للترويج وزيادة الوعي بأهمية الرياضة البارالمبية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية. محمد العالي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.